الجزء الثاني سنة رابعة. بينما قالت أختي: لقد قرأت الأيام لعميد الأدب العربي طه حسين التي كانت يتحدث فيها منها عن جزء من طفولته كما يريد مروان أن يفعل. قلت: هذا ما أريده، أن أكتب الأحداث التي أمر بها ثم أطبعها كتابا في يوم من الأيام. قال الأب: إنها فكرة رائعة، هل يمكنك أن تكتب يومياتك طوال الأسبوع القادم ثم نقرأها معا؟ عانقت أبي قائلا: أنا سعيد أن الفكرة أعجبتك وسوف أكتب الأحداث التي تهمني وأتمنى أن تعجبك. المفردات الجديدة، كلمة الأدب اللي هو الجميل من الشعر، الجميل من الشعر، أمر بها معناها أصادفها، فكرة رائعة معناها فكرة جميلة، عانقت احتضنت، تهمني تشغلني، يعني واخدة فكر من دماغه، معنى تهمني تشغلني. السؤال الأول: ماذا قرأت أخت مروان؟ قرأت كتاب الأيام لطه حسين. ما موقف الأب من فكرة مروان؟ أعجب بها وشجعه. لما عانق مروان أباه؟ لما عانق يعني ليه عانق مروان أباه؟ فرحا بتشجيعه، ولما لقى الأب مبسوط بالفكرة فبدأ إن هو يبان على وجهه الفرح. فيما تحدث طه حسين في كتاب الأيام؟ كتاب الأيام طه حسين كان بيتكلم عن إيه؟ يتحدث عن جزء من طفولته. ده بالنسبة للدرس بتاعنا يا سنة رابعة.